العالم متابعي هذا المهرجان الغالي، مهرجان قصر الحصن الذي ينطلق في هذا المساء وفي هذه اللحظات ترحيبنا بسمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان بالحضور والتواجد لمتابعة هذا الكرنفال والعرس الكبير ناتي في الأشواط المسائية ختاميات هذا الموسم، الأشواط المليونية، شوط الجعدان، الثنايا وشوط المفتوح، الرمز الغالي، مجسم قصر الحصن بالإضافة إلى 800,000 درهم للفائز بالمركز الأول، وهناك وضعت أيضا جوائز نقدية مجزية من المركز الثاني وحتى المركز الخامس، والتتويج بمادة الزعفران والتكريم أيضا في المنصة الرئيسية. الخمس المراكز الأولى، المتنافسون 30 اسم المنطلقون في هذا الشوط على بركة الله، أسير إلى المقدمة، أسير إلى الصدارة، شاهين لسعيد بن راشد بن غدير الكتبي المحنك يأتي هناك على الصدارة على المركز الأول ليدفع بشاهين، بينما حشيم اللي في المركز الثاني وراشد بن حمد بن مبارك المهيري يتواجد في ثاني المراكز، والمركز الثالث المنطلق والواصل شاهين عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافر وصل، بدأ يسافر هنا في بر الناموس وفي رحلة 8 كيلومترات. شوفوا من القادم والمنطلق البدع، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وصل الهديفي أحد الضيوف القادمين من دوحة الخير والسلام للمشاركة في هذا الشوط، ولكن أرى المثير بدأ يتدخل على المركز الخامس ليصل في هذه اللحظات ويقدم شاهين راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي. هذه هي الخمسة الأسماء والنجوم الكبار التي سوف أيضا يتوجون بالفوز والانتصار هنا عاصمة الميادين ميدان الوثبة، وهذا المهرجان الغالي، هذا المهرجان الكبير الذي يأتي بنسخته الثانية ويأتي هنا في عاصمة الميادين بدعم واهتمام كبير من سيد الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. شكرا لأبا خالد على دعمه واهتمامه بهذا الموروث. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المحنك هناك، سعيد بن راشد بن غدير يقدم شاهين في الصدارة في المركز الأول في الانطلاق الأول القادم بأداء رائع وجميل، يبحث عن هذا المجسم، يبحث عن هذا الانطلاق، يبحث عن هذا الفوز والانتصار هنا في هذا المساء الرائع في هذا الكرنفال الكبير والعرس المهرجاني الكبير. البدح في المركز الثاني، وصل البدح هناك حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، يا السلام، هنا المثير يقدم أيضا أداء رائع وجميل ليكون شاهين راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي، وهناك حشيم سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، وصل راعم طيلة ليقدم أيضا حشيم وحشيم، وهناك مطيلان أيضا في المناطق الخلفية ليكون واحد من أبرز المصنفين في هذا الشوط. أسير هناك إلى المركز الخامس ليجد في هذه اللحظات القادم على خامس المراكز هناك، والوصول أيضا حشيم لراشد بن حمد بن مبارك المهيري، خماسية المقدمة، الانطلاق القوي، التحدي المثير، الرمز الغالي هنا في عاصمة الميادين 2013-2014. من سوف يدون اسمه بأحرف من ذهب في هذا المجسم الغالي، في هذا الانطلاق الكبير، في هذا الحضور المشرف هنا من شعلة النشاط، شعلة النشاط الذي يرافق دائما الشعار الأحمر سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان الهيان. الله 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 الذي يتواجد هنا. أعود إلى الصدارة، أنطلق إلى المركز الأول إلى شاهين وسعيد بن راشد بن غدير الكتبي، من يتواجد وينطلق من البداية ما زال محافظا، ما زال منتزعا لهذا المركز، لهذا الانطلاق القوي، لهذا التحدي المثير.
يا سلام يا سلام يا سلام، بدأنا ننطلق وناتي بمنتصف المسافة. الاستدارة للأربعة كيلومترات الكبيرة المتبقية، ما زال المحنك المحنك على المركز الأول. يقدم هذا الاسم واحد من شباب مرغم المنطلق هنا مع شاهين سعيد بن راشد بن غدير. أعلن بأن المتبقي 4 كيلومترات. الله 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 على هذا الأداء، على هذا الانطلاق. هنا البدع، هنا البدع. الضيف العزيز القادم بكل قوة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وصل الهديفي. الله الله الله، المثير المثير قادم، المثير منطلق كما عودنا دائما. هنا راشد بن سعيد بن احمد الرميثي وعود السلامات الى اهالي السمحة ليقدم هذه الماركة وينطلق مع شاهين على المركز الثالث. شوفوا ايضا المثير بدأ الاثارة، بدأ ينطلق ليقدم هملول الصغير بن محمد بن دحفوس المنصوري، ياتي ايضا ويقدم هذا الاسم وينطلق هنا مشاهدين الاعزاء مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس، هناك المركز الخامس وصل مكلف وعتيق من مطر القبيسي. الله الله الله، بدأت الأسماء تظهر، بدأت الانطلاقات، بدأ الحماس، بدأ في هذا الشوط سن الثنايا الجعدان الشوط المفتوح. ولكن شاهين أول العابرين من جسر العبور، عبر شاهين بقيادة المحنك سعيد بن راشد بن غدير. بدأ يسير إلى صدارة، بدأ ينطلق إلى المركز الأول، يبحث عن هذا الرمز، يبحث عن هذا الرمز، يبحث عن هذا الفوز. أراه في المقدمة، أراه في الصدارة، في المركز الأول. تحركاتي من هملول الصغير بن محمد بن دعفوس المنصوري. يا سلام يا بن دعفوس، بدأ ينطلق، بدأ ينطلق هنا مع المركز الثاني. يا سلام، الله الله الله، المركز الثالث، الوصول بهذه اللحظات على ثالث المراكز. والمنطلق هناك في المركز الثالث شاهين، هناك راشد بن سعيد بن أحمد الرميهي. البدع من يأتي رابعا، البدع من ينطلق على المركز الرابع. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي أحد الأسماء القوية والمرشحة في هذا الشوط. والمركز الخامس، المنطلق في خامس المراكز، إنه مكلف مكلف وصل في هذه اللحظات ليتواجد عتيق بن مطر القبيسي. يلا يا القبيسي، هناك القادم بكل قوة يبى يهدي السلامات إلى أهالي العاصمة هناك في أبو ظبي. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى شاهين الذي ما زال في المقدمة، ما زال في الصدارة. أيضا هناك سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي، من يتواصل ويقدم هذه الماركة الشاهينية على المركز الأول لنعلن الاثنين كيلومترات الأخيرة. ما شاء الله، شاهين شاهين على المركز الأول. صدق الخبراء دائما بهذه الماركة وبهذه السلالة الشاهينية القادمة بهذا الانطلاق هناك ليتواجد سعيد بن راشد بن غدير. يقدم شاهين على المركز الأول الاثنين كيلومترات. بدأنا نقترب مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، متابعي سيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي، ومتابعي دبي ريسينج، ومتابعي أيضا من قلب الميدان بالعين المجردة، إني أرى شاهين هنا يفتتح الاثنين كيلومترات الأخيرة. سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي المحنك المحنك ما زال هناك بحنكة الكبار، يأتي مع الصدارة مع المركز الأول. بينما المركز الثاني، الوصول في ثاني المراكز اللي وصل في هذه اللحظات، وانطلق مكلف 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 عتيق من مطر القبيسي. وهناك شاهين القادم في هذه الانطلاقة الرائعة، شاهين يتواجد. هناك راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي، البدع قادم، البدع منطلق. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي أيضا يقدم البدع. وهناك أيضا الاسم القادم ليتواصل في هذه اللحظات وينطلق مبلش صالح بن حمد القمرة المري. الله 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 الله، الاستدارة الأخيرة، الاستدارة النهائية، 1500 متر المتبقي عن المجسم، المتبقي عن المجسم. بدأت المنصة الرئيسية تبان، المنصة تبان، ونحن في هذه الاستدارة. وشاهين سعيد بن راشد بن غدير بن غدير ما زال على الصدارة، ما زال على المركز الأول، يقدم هذا الأداء.
يقدم هذا الانطلاق، يقدم هذه المسار. هنا لنعلن لوحة الكيلو متر الأخير. بدأنا نخترق، بدأنا ننطلق مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام مع الكيلو متر الأخير. يعلن هذا الانطلاق الجميل ليكون هناك شاهين والمحنك الكيلو متر الأخير. شوفوا من القادمين، هنا من الواصل، الواصل مستحيل، أحمود بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، ظهر الشعار الاقتصادي، وصل غيث، وصل غيث محمد بن حمد بن سليمان الجبرين، بدأ ينطلق هنا مع هذا المركز، ويأتي هنا مع المركز الثالث، المركز الرابع يأتي شاهين راشد بن سعيد الرميثي، ولكن شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الأول. جولة الأول النهاية، حرك 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 حرك، وروح يلي بيروح، من يلي يبى المجسم، من اللي يبى الفوز، من اللي يبى الانتصار. غيث، غيث قادم، غيث قادم ممثل المملكة العربية السعودية. ليأتي هناك أيضا المنطلق محمد بن حمد بن سليمان الجبرين، يعلن هذا الانطلاق، الخمسمائة متر الأخيرة، الخمسمائة متر الأخيرة والنهاية. الله الله الله، وصل المثير، انطلق المثير، ولكن أبناء المملكة، أبناء المملكة العربية السعودية ينطلقون مع غيث ومع شعار بن جبرين. الله 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 على هذا الأداء الجميل. مشكور يا الزعيري، مشكور يا الزعيري، من يرافق هذا الشعار، من ينطلق بهذا المجسم، من يسير مع المركز الأول، من يأتي في منطقة السيل. تهانينا والناموس، هنا نزفها إلى الأشقاء بالمملكة العربية السعودية على هذا الفوز، على هذا الانتصار. هناك أيضا من يسير، محمد بن حمد بن سليمان الجبرين، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني، وصل شاهين، هناك راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي، والمركز الثالث الوصول من ضيف عبد الهادي بن راشد العاوي، والمركز الرابع شاهين سعيد بن راشد بن غدير، والمركز الخامس كان عجلان حمد بن غانم السلطان الهديفي. هكذا هي النتيجة، وهكذا هي الأسماء الخمسة الأولى. ليعلن أيضا غيث بأنه واحد من الأبطال في هذا المساء. إذا تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن سليمان الجبرين على فوز غيث في هذا المساء والتتويج بهذا المجسم الغالي. هنا لحظات الإعادة من الزميل والمخرج أسامة الهواري. عطني غيث مع خط النهاية، عطني مع الفوز والانتصار بالتوقيت الزمني، 8 كيلومترات هي لحظات التتويج ولحظات الفوز. هذه لحظات الإعادة، لحظات الملخص البسيط الذي يأتي بانطلاقة غيث. ما شاء الله، 12 دقيقة 53 ثانية، 3 أجزاءين من الثانية. محمد بن حمد سليمان الجبرين، شكرا يا الزعيري على هذا الأداء الرائع والجميل. المركز الثاني قدم عرض رائع وجميل، يشكر عليه. كان هناك في ثاني المراكز شاهين راشد الرميثي من حلا في المركز الثاني، 13 دقيقة 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سعيد الرميثي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث وصل هنا بأداء رائع وجميل ب 13 دقيقة 7 ثواني و6 أجزاء من الثانية، ليكون هناك واصلا ومتحديا ضيف عبد الهادي بن راشد بن محمد العاوي. تهانينا والناموس. Yeah.